تعزيزا للطاقة الإيجابية وتحفيزا معنويا للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات النهائية، بادرت جمعية جنود الأمل الخيرية لتنظيم دورة مجانية حول آلية التقليل من الضغط النفسي بتأطير ومشاركة أساتذة مختصين في المجال. جمعية جنود الأمل الخيرية نظمنا العديد من الدورات للمراجعة المجانية من أجل طلبة البكالوريا وطلبة البيام. خلانا نتحفزوا باش نقدموا لهم أكثر وأكثر في هذه الدورة المجانية التحفيزية، بما أنه البيام والباك ما بقالوش بزاف. أساتذة اللي تم تخصيصهم هم من نخبة الأساتذة في ولاية برج بوعريج وفي ربوع الوطن، جاءوا بشكل تطوعي باش يشاركوا في هذه الدورة. لو بوبليك ليتي فريمون جينيال، مدينا لهم نصائح كيفاش يقدروا يديروا الباك سون بريسيون، وبيان سور تاع البيام كيفاش يخدموا بكل ارتياحية. بيان سور لا بريسيون تاع العائلة، على بالنا بلي لي بارون يتحيروا بزاف على التلاميذ تاعنا الأعزاء، وبيان سور لازم نقول لهم انتم ثاني دي كوراج و يفو انكوراجي لي زونفون. حاول ان نقدموا لهم يعني نصائح وتجارب، حاول ان نقدموا لهم يعني نفيدوهم بالشيء اللي نقدروا عليه، باسكو جمعنا احنا صناع محتوى وجمعنا ايضا العديد من الاساتذه، حاول انهم يقدموهم يفيدوهم ب يعني باقصى ما يمكن، والحمد لله يعني كان حضور ما شاء الله. طولنا السوايع اللي نقراو فيهم السوايع اللي ما نقراوش فيهم، تسمى من بعد تنظيم الوقت خلونا نذكر في روحنا بزاف، واسال الله ان ننجح جميعا ونكون من المتفوقين ان شاء الله. كانت دوره من احسن الدورات يعني استفدنا بها. النصائح يعني من ناحيه النفسيه من ناحيه الدراسيه يعني والله هايلين، من احسن المراجعات المراجعه الجماعيه والله، باه ترسخ المعلومه للتلميذ ولا الطالب ولا المترشح لشهاده البكالوريا هي المراجعه الجماعيه. نشكر بزاف جمعيه جنود الامل، قدمت لنا دوره تحفيزيه خلات تلاميذ البكالوريا وتلاميذ البيام ما يفقدوش الامل في الدراسه، تجاهل الانتقادات في الدراسه وعدم الكسل. لتبقى مثل هذه المبادرات التشجيعية آلية لمضاعفة الحوافز وكسر الحواجز.